تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة فقيد هذا الوطن السيد بشر الأحمد والحيدر. وبهذه المناسبة الأليمة نعزي كل أفراد الشعب المغربي ونعزي عائلة أهل حيدر كبيرها وصغيرها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يرحمه وأن يلهمنا جميعا ويلهمهم الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بشر الحيدر حقيقة هو فقيد من طينة نادرة، فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره من فضائل الجود والكرم والشهامة والجرأة في قول الحق من خلال المواقف المتقدمة لبعض من خلال انتقاداته لبعض المقاربات والتدابير التي كانت تعتمد بين الفينة والأخرى. فرحمة الله عليه كان رجل فكر وتاريخ وأمجاد، فهو المقاوم والسياسي والباحث الذي توج مسارا علميا وسياسيا حافلا، نظرا لطبيعة الرجال التي جايلها والمحطات التاريخية التي عاصرها من تاريخ الصحراء، حيث ميزت هذا الرجل وجعلته رجلا ممتلئا زاخرا معطاء بالفكر والإنتاج والعطاء المستمر، حيث كان رحمة الله عليه مثيرا للنقاش والجدل في العديد من القضايا التي تهم مجتمعه. ولا أدل على ذلك المؤلفات التي عكف على تأليفها حتى أصبح مرجعا علميا وأكاديميا رغم كل ما قيل ويقال والجدل المثار حول هذه المؤلفات. فقد كان رحمة الله عليه عارفا بكل دواليب السياسة، مطلعا على خبايا التاريخ، ويعرف رحمة الله عليه حيث كان رحمة الله عليه رجلا فاضلا، رجلا متميزا، رجلا لا يخشى في الحق لومة لائم. ولا أدل على ذلك المؤلفات الجريئة والشجاعة التي عبر فيها عن مواقفه بكل جرأة وبكل اقتدار وبكل مسؤولية. فرحمة الله عليه، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة والسلوان.